الشعائر الحسينية شيء محبوب مستحبة. لماذا هذا الإصرار على الشعائر الحسينية؟ شيء مستحب. إصراركم هو إشكالهم علينا، إصراركم على هذه الشعائر الحسينية المستحبة لا داعي له، شيء مستحب لا أكثر. لماذا هذا الإصرار على الشعائر الحسينية؟ تخصصون خطب، ساعات، توضيح، كتب، نشرات، قنوات فضائية تتكلم الشعائر الحسينية، الشعائر الحسينية، الشعائر الحسينية، شيء مستحب خلاص. من المستحبات في الدين؟ لماذا هذا الإصرار؟ هذا الإصرار قليل قليل في عظمة الشعائر الحسينية. إصرار عندنا نحن في الشعائر الحسينية، تقصيرنا كبير. كلامنا عن الشعائر الحسينية أقل بكثير مما ينبغي. أولا، ثانيا، ثالثا، توضيح هذه الثلاثة فيما بعد إن شاء الله. رابعا، خامسا، وثلاثة أجوبة أخرى لا أتعرض لها، ثمانية أجوبة بمقدار علمي القليل على هذا الإشكال. أذكر لكم إن وفقت خمسة أجوبة. الجواب الأول، من قال لك أن الشعائر الحسينية من المستحبات؟ كل شعيرة باستثناء بعض الشعائر، كل شعيرة بالنسبة إلى كل فرد فرد نعم مستحبة، ولكن الشعائر الحسينية من الواجبات الكفائية. الشعائر الحسينية إجمالا من الواجبات الكفائية، ليست من المستحبات. شعيرة التطبير لك أنت من المستحبات، تتمكن أن تترك شعيرة التطبير، تتمكن أن تترك شعيرة المشي حافيا يوم عاشوراء، تتمكن أن تترك شعيرة إلقاء الرداء في يوم عاشوراء، تتمكن أن تتركها. هذه الشعيرة لك أنت من المستحبات، ولكن إجمالا الشعائر الحسينية ليست من المستحبات، من الواجبات الكفائية. هذا أولا. ثانيا، بل الشعائر الحسينية إجمالا أيضا ليست فقط من الواجبات الكفائية، بعد منها من الواجبات العينية، يعني يجب على كل مؤمن أن يدخل في مجال الشعائر الحسينية المقدسة. هذا ثانيا، واجب عيني إجمالا طبعا. ثالثا، مقدمة الوجود للواجب المطلق من الواجبات، مقدمة وجود واجب، هذا الواجب المطلق غير المشروط، هذا الواجب لا يتحقق إلا بهذه المقدمة. هذه المقدمة تسمى بمقدمة الوجود. عندنا مقدمة الوجوب، عندنا مقدمة الوجود. مقدمة الوجود لواجب مطلق، المقدمة تكون واجبة، والشعائر الحسينية هي مقدمة الوجود للعديد من الواجبات المطلقة، وليس للواجبات المطلقة في درجة عادية، لا، مقدمة الوجود للعديد من الواجبات المطلقة المهمة جدا تصبح واجبة. مقدمة الوجود، مقدمة الوجود واجبة،